مرحبا لك المتابعي بلا رقابة. موجودين اليوم منطقة الأشرفية، جينا مع مجموعة من الأشخاص اللي تحت اسم وي هيلب مع ندى أبو فرحات، اللي كرست آخر فترة من حياتها لمساعدة الناس المتضررين جراء انفجار مرفق بيروت، وكانت إذا بدك عم تسخر نجوميتها وشهرتها بسبيل الإنسانية، وتقول أنه الفنان عن جد عنده رسالة، وهيك أولاً وفعلاً صارت الرسالة، مش مثل كتار من الفنانين عندهم الرسالة بس بالهوى. ندى يعطيك العافية. الله يعافيكي، بس أنا بدي أقول شي عن هذه الفكرة. لا، في كل يعني أنا برأيي أنه كل الفنانين عم بيساعدوا، لأنه في فكرة غلط عن الفنانين عم تتاخد. يعني في فنانين عم بيساعدوا ما عم بيقولوا أساميهم، فمش إذا ما قالوا أسامي يعني ما عم، فخلينا ما نحكم عن هذا الموضوع خاصة من الفنانين، لأنه أنا بعرف مين ساعدني وقال لي ما بدي أحكي كتار. حلو. فأنا لا بفضل ما نقول هذا الشيء عن الفنانين، خلينا نتأكد، أحسن ما نقول أصلاً كان عم بيساعد يعني. حلو. ندى، أنت على الأرض من انفجار 4 آب، من 4 آب لليوم شو تغير عندك بمشاعرك من 4 آب لهلأ؟ وليه هالقد انغمست بهيدي المساعدة؟ انغمست لأنه جرحت مثل كل لبناني، بعد ما جروحة لهلأ، بس كل ما نساعد أكتر كل ما هيك بتحس أنه أنت ضميرك مرتاح، حاسين حالنا مذنبين، يعني نحن مش مذنبين، حاسين حالنا نحن مسؤولين عن شعبنا، ونحن مش لازم نكون مسؤولين. في ضغط، في زعل، في حزن كتير كبير وما حننسيه. وانت بعدك عم تقولي انت من يومين نزلتي وشفتي الدمار، فنحن كل يوم عم نشوفه، كل يوم عم نختلط مع الاهالي اللي عايزين، اللي حاجه، وهلا مش بس بحاجه للاهالي، بحاجه لضرر بالانفجار، الاهالي اللي متضررين بالحاله الاقتصاديه، اللي كلنا متضررين من وراها. ف عم بحس انه هذا الشغل ما راح يخلص، لانه يعني بتفوتي بتشوفي تفاصيل العيال كيف عايشه، بتقولي دوامه، نحن زباله بالنسبه للمسؤولين، زباله يعني كيف زباله بتشوفيها على الطرقات، نحن مثلها بالنسبه للمسؤولين، داعسين علينا وداعسين على الانفجار وداعسين هيك، بتحسي كانه عم يحضروا فيلم وقطعوا مرور الكرام وراحوا يأرجلوا يعني ويحكوا عن البزنس تبعهم، مش معتبريننا يعني، نحن بالنسبه لهم الاشلاء اللي بعدها اصلا تحت رماد، مش معتبرينا الشعب اللي مات، الاولاد والعيال اللي ماتت، الاطفال اللي ماتوا، مش معتبرينهم، ما حدا طلع قال كلمه عنهم. بكي عايش، شو بدي اقول يعني، عن جد بلعوا النفس. طيب نحن شو لازم نعمل؟ يعني للعمل كثير من الناس بين بعضها، الدولة غايبة، غيبوبة إذا بدك، رايحين على جهنم قالوا لنا، شو لازم نعمل؟ كيف لازم نعيش؟ كيف حسيتي مع الشعب؟ شو حسيتي الشعب عم بفكر؟ هل تغير نمط تفكيره؟ هل عن جد موجوع إنه قرف من كل اللي حواليه، من كل الزعمة، ولا لا؟ ليكي هو قرفان بس ما بيسترجع يحكي. يعني نحن مثل ما بتعرفي وي هيلب ما بحياتنا سألنا عن ولا جنسية، عن مين نحن عم نساعد، ولا من أي طائفة، ولا لأي حزب تابعين، ولا شيء، ما بنسأل وما إلي عين أصلاً أسأل، لأنه كله هيدا بيصير، هيدا اللي بيصير رماد، هن الإنسان المفروض يوقف، ونحن مع الإنسان، مش هيك عم نوقف على شيء. بس برضو المشكلة بعدها من الشعب، لأنه يعني أنا بالنسبة لإلي الميليشيا اللي طاغية علينا هي اللي موقفة القوانين بالبلد، لحتى نترجيها نحن على وقت الانتخابات لتعطينا حقوقنا، هي اللي شالة البلد. فالشعب يعني بنفس الوقت ضحية، بنفس الوقت مجرم، ضحية لأنه ما عنده حل، ومجرم لأنه هو كمان عم يقتل شعبه وبلده من وراء إيده بالانتخابات. يعني كانوا يشتروه ب100 دولار، هلا صار فيهم يشتروه برغيف، كل يوم بيشتروه، بيوقفوا له القوانين، بيوقفوا له حقوقه، وبيشتروه بالانتخابات، والشعب يعني اللي عنده أولاد اللي فايت بحال لحزب، حيلا حزب، ما بعرف ليش العالم أنا فكرتني ضد حزب معين ومع حزب تاني، ما بعرف كيف بحللوا العالم. أنا ضد الكل الأحزاب يلي هلأ مواصلتها لهون، أنا ضدها. فبتلاقي إنه اللي عنده أولاد بده يعيشهم، بده يأملهم مستقبلهم، مجبور يتابع حزب خيالي، لأنه هيدا الحزب اللي رح قلك شو، وقف له حقوقه، وقف له القوانين بالبلد. ف
فنفس الوقت ضحية الإنسان، بس بنفس الوقت تاني يعني ما أنت كمان حق عليك بالانتخابات يا خي. ما أنت طالما عم تنتخب وطالما أنت أولادك عايشين بالذل وبشحادي، طالما أنت عم تشحد عليهم يعني، ف ما بعرف إذا في أمل. في كتير ما بتعرف إذا في أمل. ما بعرف إذا في أمل. ما في أمل؟ ما بعرف يعني، نحن بإيدنا الأمل ونحن ما بإيدنا كمان نعمل شيء، بدنا نعيش يعني. هيدا اللي عنده 3 أولاد بده يعيشهم رفيق، اللي عنده 9 أولاد بده يعيشهم ويطعميهم، من ورا مين؟ من ورا الزعيم. عندك قانون بالبلد أول شيء بيمنعك تجيب هالقد أولاد، ثاني شيء بيأمن لك مستقبلك، مستقبل لإلهم، بيأمن لك، بيأمن لك شيخوختك، بيأمن لك ضمان، بيأمن لك طبابة، هول كلهم طابعين عليهم الأحزاب، وبس تضلك أنت ذنب لإلهم يعني. بدك الشعب يوعى. ندى الكل، في كتار من السياسي بيحكوا بيقولوا كلهم يعني كلهم هيدي لتعمم ولا تخفوا المجرم الحقيقي او السارق الحقيقي، وما بي يعني ما بياخذوا بهيدا يعني بيرفضوا هيدا الشعار. شو بتقولي لهم؟ انه عن جد مش كلهم هن مشتركين بالجرائم؟ كلهم مشتركين بالجرائم، حتى نحن مشتركين بالجرائم يعني. انا بعدني عم بقول نحن ضحيه ومجرمين نفس الوقت، نحن اللي مشاركين، نحن اللي عم ننتخب يعني. اذا ما حدا انتخبهم كيف بيطلعوا يعني؟ اللوجيكلي واحد بيفكر فيها، بأهبل شيء واحد بيفكر فيه بالسياسة، إذا ما انتخبتوا مين بيطلعهم؟ ما حدا. فإنه بدهم يوعوا على هيدي الشغلة الشعب كمان يعني. بعرف ميتين من الجوع، بس هن الموصلين لهون، وكلهم يعني كلهم كلهم. ندى كنت عم تقولي بدك تهاجري وتتركي لبنان، مع إنه الكل بيعرف قد إيه تعلقك بلبنان، وبيعرف ندى من إذا بدك من الشخصيات اللي كانت أول ناس نزلت على طرقات ب 17 تشرين وضلت مكملة من 17 تشرين لهلأ برفع الصوت وبال يعني يحكوا عن الشعب وعن هموم الشعب. شو صار بهيدي المرحلة؟ وين صرتي؟ أي متى؟ هل رح ترجعي تهاجري؟ ليه أخذتي هيدا القرار؟ ما بعرف، ما بعرف اذا راح فل، ما بعرف اذا راح ابقى، ما بعرف شيء يعني. مثل كل العالم بلبنان ما بعرف. انا بعرف اللي عم بعمله هلا طبعا بالميل كثير بزعل، خليني اطلع من التيابه، بس بالميل الثاني هيدا عمل انساني، انا ما حق اسيب حياتي، هيدا عطيني طاقه، وفي حال بدي فل حكون فل مع ضمير مرتاح يعني. فانا غاطسه هون، وطبعا في يعني طبعا عندي شغل بعدي هون يعني، عندي تصوير وعندي مسرح وبعدنا عم باخذ بروجيات تمثيل، فالفلة موجودة، بس انه مثل ما بعرف يعني هيدا اللبناني يعني، انه بقول بدي فل وبنفس الوقت عنده ثلاث ارباع قلبه هون يعني. بس خايفة على ابني كتير، وخايفة على ابني ينفجر هو عم بينط على التخت، بكون مبسوط، خايفة عليه ينفجر تقع القود عليه مثل ما صار مع كل الاولاد يلي ماتوا، خايفة عليه من حال الاشياء يعني، خايفة على حالي وعلى جوزي، خايفة عايش بخوف، بس مش انا وحدي، كلنا عايشين. ندى حكيت كتير عن تهديدات بعدك عم تتلقيها من ورا فويس، صرت قايلة عنه 7000 مرة انه هيدا مش صوتك. الحمد لله ما بقى عم بتلقى ولا تهديد. الحمد لله. مش بس هيك، كل الفيديوهات اللي انتشرت ما عم لقيها اصلا يعني، قاموها كل العالم، فشكله صدقوا اخيرا انه هيدا مش صوتي. من بلغت؟ مش هالقد بدها، لانه يعني اللي طلع بهالخبرية ما بيسوى شيء يعني، ما بيسوى شيء، بس راح كله فجأة يعني. بس بحطيت اخر تويت تمام مش الحال، فاينلي صدقوا، مع انه ما كثير كان هنا مني. بس شو بتقولي هلا لكل اللي عم بيتابعوكي، وشو بتقولي للدولة اللي يعني من اربع قبل هلا وعدونا بخمس ايام بيطلع نتائج الانفجار ومنعرف شو فيه بالتحقيقات، ولهلا بعد ما عرفنا شيء؟ بدي اقول لهم بتعرف ما لي نفسي يعني، ما بعرف شو بدي اقول لهم يعني، ما لهم بشر ليفهموا، عرفتي؟ ما لهم بشر ليفهموا، ليفهموا على الشعب، ما لهم بشر، هن ما لهم ناس، هاي الدولة ما لهم عالم، تصرفاتهم ما لهم عالم، حكيهم مش، ما في شيء انساني، فما رح اقول لهم شيء يعني، انه تعودنا عليكم، واكيد اكيد اكيد ما حنعرف الحقيقة مثل ما صار مع قبل وقبل وقبل. وبس يعني ما في اقول لهم شيء، ما بعرف شو بدي اقول لهم. رح اروح على جهنم؟ ما بحب احكي بهدول المواضيع، لانه بالنسبه لي يعني الاطفال اللي ماتوا والضحايا اللي راحوا اهم كثير 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 من
هالكلام اللي طلع من الجمهور بكتير أعلى منه بكتير اللي صار، فما بعرف ليش وطى حاله لهيدا المستوى ما بعرف. بس كانوا عم يحكوا عن مبادرة هو أطلقها بوقتها وقال إنه رايحين على جنب ما في مبادرة، بس الحديث تبعه كحدا مسؤول نسبة للي صار ما بعرف. قولي له شيء؟ بدي أقول له شيء؟ لا ما إلي نفس. في عندك بعد كلام تقوليه للناس؟ لا بدي أقول للدونرز، بدي أقول لكل المتبرعين وعم اللي هن عم بيوقفونا على إجرينا نحن بوي هيلب لنقدر نكمل نساعد هدول العيال. ما في منكم، عم يجيني اتصالات ما بخبرك يعني مسجز ودعم واتصالات ودعم من كل مجال الفن، بدي ارجع اكرر، وعم يجيني دونيشن من تقريبا عن جد من كل اوروبا والدول العربيه ومن امريكا ومن استراليا. ما بعرف شو بدي اقول، بدي اقول مرسي على هالثقه لانه كلهم عم بيحكوني دايركتلي وعم بيقولوا لي انه بدنا نعطي دونيشن لوي هيلب لانه عم نشوف كيف عم تشتغل. بدي اتشكركم من كل قلبي، ميرسي كثير على المتابعه. نحن كمان بدنا نتشكرهم معك ندى، وبدي اسالك هل المساعدات اللي اجت من الدول وصلكم لوي هيلب منا شيء؟ هل عرفتوا وين مصيره عم بيروح؟ في كثير ناس عم بيقولوا ما عم يوصل لهم شيء. لا نحن طلبوا منا بس انا ما اخذت لانه عم نشتغل على صعيد شخصي كثير مع العيال دايركتلي. وي هيلب منا ان جي او، نحن مجموعه اصحاب يعني جمعنا بعض وكبرنا كثير، بس برضو ما بدي فوت بهيدا يعني ما بدي فوت بالان جي اوز لانه يعني بس تخلص هيدي المرحله اكيد حنوقف يمكن يعني. بقى ما قربت للمساعدات الكبار، الحمد لله ما ناقصنا شيء، كل شيء عم نطلبه عم بيوصلونا من الدونز، مشان هيك عم بتشكرهم كثير. وخلي شغلنا هيك عائله بعائله، ما بدي فوت بكميه كبيره يعني. يعطيك العافيه. ميرسي. ثانك يو. ربيع مكياج. ربيع مكياج. طيب.